اهلا وسهلا بيكم في اول حلقه معنا في ازاي تستخدم الاله الحاسبه في كورس النوميريكال. بس النهارده ان شاء الله قبل ما نبدا هنتكلم عن نوع الاله الحاسبه الاول. طبعا هيكون زي الغالب اله كاسيو، اي يكون نوعها بقى 991 115 590، بس المهم ان هي تكون اله فضي او بالمعنى الاصح فيها الزرار اللي هو الكالكوليت ده اللي احنا هنحوط عليه بالدائره الحمراء اللي كل الناس تعرف ان هو زر سولف، او يعني ده اكتر استخدام الناس تعرفه ليه، بس هو ليه استخدامات تانية الحقيقة. وعلشان نعرف ليه الزوار ده بالذات هنبدأ بقى ان هو نعرف بينه وبين زوار يساوي والتيب والمود. تعالوا نشوف مع بعض. في البداية مثلا هنبدأ بدالة بسيطة جدا ولتاخد سين اكس، وهنكتبها على الآلة بنفس الشكل العادي بتاعها اللي احنا شايفينه قدامنا ده، ومش هنغير فيها حاجة، يعني مش هنقعد فيها بأرقام، هنكتبها بمتغير اكس. نكتب سين عادي والمتغير اكس بيجي من الفا قوس يمين. تمام، قبل ما نبدأ هشرح نظري ايه الفرق بين زرار كالكوليت وزرار يساوي، وبعدين هنطبق مثال. زرار يساوي اللي كلنا عارفينه هم زي ما بيقولوا كده حافظ مش فاهم، يعني اول ما بيشوف قدامه متغير في المعادلة او في الشاشة فبيروح ياخد قيمة المتغير ده من المخزن وبيعوض فيها مباشرة وبيطلع لنا النتيجة. اما زرار كالكوليت فهو على عكس زرار يساوي، اول لما يشوف متغير بيروح ياخد قيمته، بس قبل لما يعوض بيجي يسألك انت بقى هل القيمة دي فعلا اللي انت عايزها ولا لا، وانت بتجاوب اه ولا لا. المقارنة اللي انا بقولها ديت لو في حالة في متغيرات في الشاشة او في المعادلة، بس لو مفيش متغيرات في الشاشة او في المعادلة فزرار يساوي زي زرار الكالكوليت بالظبط، الاتنين مفيش فرق بينهم. تعالوا نطبق مثال. قدامنا دلوقتي على الشاشة دالة ساين اكس، هنبدأ ونضغط زر كالكوليت. هنا بقى زي ما قلنا بقى قبل كده هيبدأ يسألك هل القيمة دي اللي في المخزن اللي انت عايزها صفر يعني ولا لا. انا هقول له لا، وانا مش عايز ساين صفر، انا عايز ساين 30، فهكتب على الآلة 30 وهضغط يساوي. نلاحظ ان هو اما هنا معوض بمكان الاكس ب 30 وطلع الناتج اللي هو نص. طيب انا هضغط تاني زر كالكوليت عشان اغير الزاوية، هيسألك برضو دي القيمة اللي انت عايزها ولا لا. كل مرة انت بتضغط زر كالكوليت فهو بيسألك بيشك في اللي انت عايزه هي دي ولا لا. بس هنا بقى نلاحظ حاجة، ان اخر ادخال انت دخلته ام هو راح مخزنه في مخزن اكس واصبحت دي قيمة الاكس الحالية، وهو دلوقتي بيسألك عايز القيمة دي ولا لا اللي هي ايه 30. انا هقول له لا، انا عايز قيمة الاكس الجديدة بيساوي 60، هقوم كاتب 60 واضغط يساوي. دلوقتي احنا جربنا لو عندنا متغير واحد في المعادلة. طب لو احنا عندنا كذا متغير في المعادلة مثلا ساين اكس زائد واي، بس بقى المرة دي بقى في المحاولة دي بدل ما نضغط زر الكالكوليت هنضغط زر يساوي ونشوف ايه اللي هيحصل. تمام، نضغط زر يساوي، هنلاحظ ان المرة دي ما سألش عن القيمة، معوض على طول يعني ما سألش عن القيمة. طب طلع القيمة دي على اي اساس؟ بص يا سيدي، طلع القيمة ديت لان اخر قيمة انت كنت مدخلها في اكس كانت 60، لكن بقيه المخازن كانت فاضيه، يعني كل واي فاضيه، A فاضي، B فاضي، كل المخازن فاضي، فعشان كده ساين 60 زائد 0 اللي هي جذر 3 على 2. اخر محاوله هنضغط زر الكالكوليت تاني، هيسالني على الاكس ب 60، هقول له ماشي اضغط يساوي. هيسالني عن الواي وزي ما احنا شايفين المخزن بصفر، هقول له لا انا عايز الباقي الواي المره دي ب 30 واضغط يساوي. وهنا هيطلع الناتج ساين 60 زائد 30 اللي هي ساين 90 بواحد. واحد ممكن يقول لي دلوقتي ايه فايده اللي انت عمال تقوله ده، يعني انا عمال اسمعك بقاله او بعد دقيقه ونص وانت بتتكلم ومفيش جديد. اقول له طب اسمعني دقيقه ونص كمان وانت تفهم ايه فايده الحوار اللي انا عمال اتكلم فيه ده كله. مثلا كان عندنا في امتحان القياسات، ويعني اللهم لا اسالك رد القضاء، يعني الله يمسيه بالخير والحمد لله، ونرجع لموضوعنا عشان ما نروحش في تمام. المهم كان في الامتحان جايب معادله طويله عريضه عن السريان، وكان في نص المعادله بيديك معامل واحد بيتغير والباقي كله ثوابت، ومديك تلات قيم وعايزك تعوض فيهم في المعادلة دي وتطلع له النواتج. طبعا انت لو كتبت كل شوية المعادلة ارقام وتطلع نواتج وترجع تعوض تاني وتطلع نواتج فانت كده هتضيع وقتك بشكل مؤكد. المهم عندنا دلوقتي معادلة شبيهة بيها على الشاشة والى حد ما صعبة اللي انت كل شوية تكتبها على الآلة، وبيقولك احسب قيمة الكيو لو الاتش عندك ثابت والاتش دي بنص، ومديك تلات قيم للاكس 1 و2 و3. المهم حضرتك تعمل ايه؟ حضرتك هترسم جدول في ورقة اجابتك او اي يكن، وتكتب المعادلة بالظبط على الآلة، بس طبعا هتعوض بالثوابت ارقام، يعني مثلا زي ما قلنا هو مديك قيمة الاتش بنص ده معطى تكتبها بنص، والمتغيرات هتكتبها بدلالة الاكس او الواي او الاي او البي. انا معوض هنا بالاكس عادي، انت ممكن تختار اي متغير تاني مفيش مشكلة. المهم هنضغط زر الكالكوليت، هيقول لي عايز تعوض بالاكس بكام.
بس قبل ما نعوض بالاكس هنا نلاحظ ان هو هنا بيسألني باخر اكس اللي احنا عوضنا بيها المعادلة اللي فاتت اللي هي كانت 60، هو حافظها عنده. المهم هقول له لا انا مش عايز الاكس ب60، انا عايز الاكس ب1، اضغط 1 واضغط يساوي، هيطلع لي ناتج انقله في قفاصة اجابتي واضغط تاني كالكوليت واكتب 2 وهكذا وهكذا وهكذا. طبعا بعد ما شفنا المثال ده اكيد حسينا بقد ايه سرعة الحل اختلفت عن الطريقة العادية عما كنا بنستخدم الارقام ونعوض فيها، وقد ايه كان ده بيستهلك وقت في الامتحان. بس لو انت في امتحان القياسات عوضوا بالارقام عادي، ما تخافوش، اوقاتكم هتلاقوا وقت كبير جدا يعني. الحمد لله، اتمنى ان في نهاية الدرس ده تكونوا استفدتوا، وتابعونا في الحلقات الجاية ان شاء الله هتستفادوا اكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.